قلت ما جيتيش البارح ما طلبتيش البارح روح المدير روح 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 خلال 10 أيام الأولى من شهر رمضان الكريم 3524 حالة فحص حالات فحص أين تم إجراء 61 عملية جراحية بمختلف الاختصاصات جراحة العظام جراحة عامة جراحة الفك والوجه الأذن والأنف والحنجرة أيضا أيضا من بين هذه الفحوصات فيهم 23 حوادث مرور فيهم 37 حالة اعتداء فيهم 18 سقوط أيضا فيهم 8 حالات تسمم فيهم أيضا 11 حالة حروق. رحنا نقدموا لهم خدمات الخدمات اللازمة يعني كما نديروا البلاطر نديروا اللي يحتاجوا الجراحة نفوتوهم لسبيساليست نديروا الجراحة. ننصحوا الناس كامل ياخذوا الحذر تاعهم سورتو مع وقت الصيام درك شهر رمضان الفاضل. ننصحوهم انهم ما يسوقوش بتهور سورتو قبل وقت المغرب. حوادث الطريق رانا ديما نخدموا فيها كل يوم هنا.